تفاءلوا بالخير تجدوه. المرق على لبنان أسوأ من هيك، والحمد لله يعني كان الوضع كتير كتير منيح، وشفت الأيام اللي مرقت كيف كانت أحلى وأحلى صارت. ونحن وقت حرب تموز هون نحن كل العالم تعرفي أنه في أكثر الناس، وما تمنينا أنه حدا يفل، نحن ضلينا ببعلبك وقاعدين وروح وإجي على الشغل عادي. لأولادنا منقول لهم أنه يتأملوا بالحياة، يتأملوا بعيشتهم، أنه يفكروا بالمستقبل باللي جاي، وشوفوا شو بدها البلد يعطوها. بدي يعيش الواحد على الحلو وعلى المرة، بده يشوف، بده يمرق عليه الإنسان، بيمرق عليه كثير يعني.